استغلالا للمعلومة وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وتبعا لإذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم مداهمة المكان تحت إشراف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو وبدعم من طرف فصيلة الأمن والتدخل ببطيوة، أين تم توقيف 4 أشخاص وحجز 3020 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.